شكرا. طبعا تتأثر المملكة بكتلة هوائية اليوم وغدا بكتلة هوائية دافئة، في كتلة هوائية دافئة، لذا هناك ارتفاع على درجات الحرارة واستقرار على الأجواء. اليوم وغدا الأجواء دافئة في معظم مناطق المملكة مع ظهور الغيوم العالية. الرياح طبعا لليوم وغدا هي رياح ما بين جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة. اليوم متوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة عمان 26 درجة مئوية، ويوم غدا بحدود 27 درجة مئوية. أيضا يوم الثلاثاء الأجواء راح تكون أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة مع ظهور الغيوم المتوسطة والعالية خاصة على المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وهناك احتمالية ضعيفة جدا في ساعات النهار لسقوط دخات خفيفة من المطر في شرق المملكة. الرياح أيضا يوم الثلاثاء هي رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، وأيضا يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة عمان 26 درجة مئوية. وبمشيئة الله يوم الأربعاء الأجواء راح تكون أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة مع ظهور الغيوم المتوسطة والعالية، وأيضا الرياح هي رياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة في ساعات ما بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية، وتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة عمان 27 درجة مئوية. يعني أخت سمر أجواء مستقرة للثلاث أيام أو الأربع أيام القادمة، ودرجات الحرارة هي أعلى من المعدلات لمثل هذا الوقت من السنة. نعم، احنا بشهر نيسان الربيع وفصل الربيع الجميل والاعتدال ودرجات الحرارة التي ترتفع. شكرا جزيلا لك المهندس حسين المومني على هذه التفاصيل. بعد فاصل صغير نرجع لكم، كمل معاكم باقي فقراتنا، ابقوا معنا.